بنبدأ بها يوم وبتدينا طاقة نكمل اليوم. مفيش مصري ما كلش من هنا. أهم حاجة بقى على الفول الليمون. ما السلطة دي تغسلك من جوه. ماذا لو أكلت من عربية فول؟ فول فول فول. الواد اللي عنده أسبوعين ده أكل فول؟ في مصر عربيات الفول بنعلم بيها الشوارع، لأن العربية بتفضل في مكانها لأجيال ورا أجيال. مالك يا علاء؟ نفسي في طبق كده. انت بتاكل العربية من غيري؟ بحب الناس اللايقة. كل العظماء والرؤساء والأدباء وقفوا الوقفة دي. الزيت الحار وهو نازل في الزور بيزغرق. هنا بتختفي الطبقات الاجتماعية الرأسمالية الظالمة. عشان كده مفيش مصري ما كلش فول، ومفيش مصري ما كلش من عربية الفول. دي بقالك شهرين بتاكلي فول، لازم 7 سنين يا روح. دي معروفة، اسألي أي دكتور يقولك 7 سنين فول، ده كورس معروف. تم احتلال عربيات الفول من الرجالة، بس احنا قدرنا مؤخرا نسيطر على الموقف. احتليناها احنا بقى. احنا احتليناها. احنا عربية الفول بقى. انتي على طول تاكلي عربية فول؟ أساسي بعد كل حاجة. بتعرف أي حاجة. السلطه جنبيه جنبيه. ولو فاكرين ان الاكل كله نزل فلسه. خلاص كده ولا ايه؟ لسه. عايزين نطفع النوم، عمالة صعب الصور. وعربية الفول بالنسبة لينا كمصريين مش مكان بنفطر منه عادي، لا ده جزء من ثقافتنا المصرية جدا اللي فيها بنحب ناكل كلنا مع بعض حتى لو ما نعرفش بعض. سمير الهنا. هو الشعب المصري ملوش الا الفول والطعمية. طعمه جميل لذيذ. اتفضلي معانا بقى. بتعملي ايه؟ ليمون اهم حاجة. دقت الباذنجان. قلب قلب قلب، خد احلى فول مصري هروش. الجمبري ده ممنوعات. اخبار الجرجير؟ احلى حاجه الجرجير مع الطعم. وهتنبهر اكتر لما تعرف ان المصريين بياكلوا فول من ايام الفراعنه. كلمه مدمس اصلا كلمه فرعونيه، بداوا ياكلوه بعد احتلال الهكسوس لمصر والفقر اللي جابوه معاهم على البلد. يعني احنا بناكل فول من 2500 سنه. تعدي السنين والفول يتحول لفطار اساسي للمصريين، وعربيات الفول كانت موجوده بشكل ابسط بكتير، يا دوبك قدره وشويه عيش، وكله بيروح بطبقه ياخد فطاره وياكله في البيت، لحد ما تحولت مصر من ملكيه لجمهوريه، وظهرت عربيه الفول بشكلها دلوقتي، لا وانتشرت بعد الثوره. الثوره كانت سبب قوي ان المصريين يخرجوا من بيوتهم ويغيروا ثقافتهم وياكلوا في الشارع على عربيات الفول. بس السؤال هنا، هل في علاقة مباشرة بين عربيات الفول والجمهورية؟ اخوات كبير هو اللي اشتغلها من 27 سنة كده أو 30 سنة، فتحنا عند المستشفى ده، كان أول مشروع لينا ده. مش مهم، بس المهم إنها خلقت من صاحب عربية الفول سياسي استراتيجي هايل ومهم، كل يوم بيتعامل مع الزحمة بطريقة رهيبة، بيحل الأزمة وبيمشي الناس بسرعة وما بيزعلش حد. في حرب عن صبر يا عبدو، حبيبي يا باشا. هنعيد الثالث يا محمد. بابا دي جات ايه؟ خلى بابا 27 يا عبد. ايه يا لولو؟ عيني. ايوه يا حاج محمد. اتفضل يا باشا، نورت الدنيا يا بابا. بلاش صحنا وحالك. توكلنا على الله. الخلاص، الفول من على العربيه حلو، لكن اكله على العربيه نفسها احلى، وبيخليك تفكر ان حاجه بسيطه زي الفول وعربيه ممكن يمثل ثقافه شعب كامل. انا رسايه بكب الفول المصري. تعالوا كلوا معايا. ربنا يخليك. ونخلص الفول انا مش مسؤول. شكرا على فكره القدره اكبر مما توقعت.